مع بداية أسبوع جديد، صباح الخير والعافية والأمل لكل مشاهدينا الغاليين على امتداد اليمن الحبيب وكل اليمنيين فين ما كانوا في العالم. صباح الخير سمية. صباح الخير وديان، ويسعد صباحكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الساعة الكاملة التي نرافقكم معها خلال هذا الأسبوع الجديد واللي نتمنى لكم فيه الصحة والعافية. برنامج صباح بلقيس دائما يطل عليكم بفقرات عديدة في التربية، الفن، الإبداع وحواراتهم البيت اليمني. اليوم معنا حوار هام عن العنصرية وضرورة التعايش السلمي ونبذ الطبقية في المجتمع اليمني، وحيكون في معنا مشاهدينا دردشة مع العنود عارف، وهي يوتيوبر يمنية تقدم محتوى مختلف. ونذهب إلى تعز إلى سوق الشنيني بالذات، السوق القديم الذي لا يمل. ونشارككم مشاهدينا مجموعة من التقارير والأخبار المنوعة من كل أنحاء العالم. تابعونا على البث المباشر الآن على صفحة الفيسبوك الخاصة بقناة بلقيس، خليكم معنا. حياكم من جديد مشاهدينا، نبدأ أخبارنا المنوعة اليوم مع خبر غريب عن سحب المصري أشرف كابونجا 6 عربات قطار مترو الأنفاق بوزن بلغ 220 طن. ما شاء الله 6 ما شاء الله كيلو. وتوجه كابونجا إلى أحد الورش الخاصة بمترو الأنفاق في مصر لإنجاز مهمته التي يسعى من خلالها إلى دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأقوى رجل في العالم. ولقت محاولة كابونجا تفاعل واسع من الحضور الذين بدورهم دعموه بالهتافات والتصفيق. ونجح كابونجا في سحب العربات الستة لمسافة 4 أمتار رغم تحديده لمسافة 6 أمتار حسب تصريح له. وحسب وسائل إعلامية محلية، يعود الرقم القياسي العالمي الذي يسعى كابونجا لتحطيمه إلى شاب أوكراني سحب قطار بوزن 204 أطنان. سبحان الله، يعني الله بيمنح كل شخص يعني موهبة خاصة، وتقريبا الشاب المصري اللي من الإسماعيلية طبعا يبهرنا بهذا الرقم القياسي ان احنا ندخل كعرب اولا في هذه الموسوعة، وثانيا على فكرة انا قرأت له في حساباته على موقع التواصل الاجتماعي وهو يهدي هذا النجاح لوالدته. تحياتنا له. هذا الآدمي ما حد يصافطه. أيوة، ما حد يمزح معه فعلا. أيوة. الأخبارنا التالي، ننتقل إلى خبرنا التالي، فقد اكتشف علماء الآثار مقبرة جماعية للضفادع فيها أكثر من 8000 عظمة لهذه الحيوانات البرية، وذلك بالقرب من كامبريدج في لندن. وعثر العلماء على هذه المقبرة قرب موقع مستوطنة قديمة تعود إلى العصر الحديدي الأوسط والمتأخر، وقد حير هذا الاكتشاف علماء الآثار. عالمة الآثار فيكي إيفنز قالت أنه لا يعثر عادة على هذا الكم الهائل من الضفادع خلال الحفر، وأن هذه الحالة نادرة، وربما يعود سبب تواجدها بمكان واحد هو انجذاب الضفادع للأماكن التي تتميز بوفرة الطعام. يذكر أن الضفادع كانت تعتبر في بعض الحضارات القديمة رمزا للخصومة كما في مصر وبلاد ما بين النهرين واليونان والإمبراطورية الرومانية، ولكن بسبب قدم هذه الحالة من الصعب أصلا إيجاد تفسير لهذه المقبرة. سبحان الله، طبعا إحنا دائما في علم البيولوجيا تقريبا أو علم الحفريات يستخدموا يعني نعرف تاريخ منطقة بالكامل من خلال هذه الحفريات أو العظام هذه اللي تكون موجودة أو يتم اكتشافها، ونعرف سبب انتقال بعض الحيوانات من مكان إلى آخر، ولسه إلى الآن يعني مش عارفين السبب الحقيقي لتجمعها، بس في كلام أو في دراسة لنفس الموضوع هذا بتقول إنه يمكن عشان موجة صقيع يعني ضربت نفس المنطقة اللي كانت تعيش فيها الضفادع فماتت مرة واحدة. اكتشفت هذه المقبرة في العصر الحديدي، والعصر الحديدي سمي بهذا الاسم لأنه تلا العصر البرونزي. وليش سمي بالعصر الحديدي؟ لأنه كانوا بدأوا استخدام الحديد في الأدوات الزراعية، وكذلك بدأت ظهور السيوف والقوس يعني الأدوات الحربية. أيوة. من الضفادع العصر الحديدي ننتقل إلى خبرنا التالي، وفي غضون أيام
أصبحت الطفلة إيلا سمر موتشا نجمة تيك توك بسبب ولادتها بابتسامة دائمة ناجمة عن تشوه خلقي لزوايا الفم. الحالة التي ولدت بها الفتاة تدعى هذه الحالة ميكروتوسميا، وهي حالة نادرة للغاية تؤثر على جماليات تجويف الفم، ويعتبرها الأطباء مشكلة نقص في النمو ما قبل الولادة، ولا يوجد منها سوى 14 حالة في هذا العالم. حسب الأطباء في أستراليا، فإن الفتاة أصيبت بهذه الحالة حينما كانت في رحم والدتها، وهو ما أكدته الموجات فوق الصوتية التي أجريت قبل العملية القيصرية، والتي لم تظهر فتحة الفم بشكلها الطبيعي. العائلة لم تستسلم وأكدت أنها تسعى لإجراء عملية جراحية للرضيعة، هدفها تصحيح سعة الابتسامة بعدما أكد الأطباء ضرورة ذلك. إن شاء الله نتمنى لها السلامة، يعني وهذه الحالات حالات نادرة. أنت تخيلي سمية 14 حالة فقط حول العالم. صحيح. مثل هذه الطفلة، ويمكن أمها لما بتنشر على مواقع التواصل هو كنوع من التوعية، كيف أنه ممكن مثل هذه الحالات نتعامل معها، وكيف أنه ممكن أيضا نتقبل هذه الحالات في التعامل معها بشكل طبيعي في حياتنا اليومية. والآن ننتقل إلى خبرنا التالي. وتوصلت دراسة جديدة إلى أن مشاركة الأطفال لأهلهم في الأعمال المنزلية يمكن أن يسهم في تحسن الوظيفة الإدراكية لدى الطفل. طبقت الدراسة على 200 من الوالدين وأدلوا بآرائهم حول مشاركتهم الأطفال بالأعمال المنزلية والوظائف التنفيذية وفائدتها على المهارات العقلية بما فيها الذاكرة والتفكير المرن وضبط النفس. هذا الأمر يساعد في تحسين وظائف الدماغ على المسار الصحيح، كما عززت قدرة الطفل على التخطيط والتبديل بين المهام وتذكر التعليمات والتحكم في سلوكه. الدراسة أثبتت أيضاً أن مشاركة الأطفال في الأعمال اليومية يجعلهم يتمتعون بمهارات أداء تنفيذ أفضل، كما يجب إشراكهم في الطهي والبستنة وغيرها من الأعمال المنزلية اليومية. أنا كذلك أعتقد أنه الطفل يحب أن يشعر أنه شخص ناضج لما بيشارك في هذه الأشياء، يحس أنه كبير. كمان يعلمه كيف يعتمد على نفسه. صحيح. يبدأ ينظف غرفته ويساعد أهله، هذا الشيء حلو. فعلا غرس حس المسؤولية لدى الأطفال من خلال الأعمال المنزلية تعكس على شخصياتهم لما يكبروا، يعرفوا يتعاملوا مع الأشياء بشكل أفضل، حتى أنه يتعلم تقنيات بسيطة للتعامل مع المشكلات. طبعا بنشوف في مواقع التواصل الاجتماعي الآن أطفال يبهرونا ببعض الأعمال الجميلة زي الطبخ، زي يعني صارت حاجة يعني مبهرة أنه في أطفال بهذا العمر يقدموا مثل هذه الأعمال الجميلة. إذن مشاهدينا، هذا آخر أخبارنا لهذا اليوم، ولكن لدينا الكثير من الفقرات بعد فاصل صغير، ابقوا معنا. وما زلنا معكم مشاهدينا، وإلى أولى تقاريرنا. يلجأ الكثير من المزارعين اليمنيين إلى الألواح الشمسية لتسهيل عملية الري أو عملية الري الزراعية، ويعود ذلك إلى المصاعب التي يواجهها المزارعون بسبب الحرب والأزمات الاقتصادية وضعف الحصول على الوقود. نتابع سويا التقرير التالي مشاهدينا. ضيقت الحرب والأزمات الاقتصادية المتتالية الخناق على المزارعين اليمنيين وعلى أعمالهم في ري الأرض والزراعة، وهي المهنة التي تربطهم بأرضهم ارتباطاً وثيقاً. الأزمات المتلاحقة دفعت اليمنيين للجوء إلى وسائل أخرى تساعد على ضخ المياه للتصدي لأزمة ارتفاع أسعار النفط والديزل التي أرغمتهم على البقاء في طوابير بانتظار الحصول على الوقود. أنصح كل مزارع يكون يشتري لي طاقة شمسية أحسن لأخرج لي من الطيزل ومن الحنبات والأزمات وكل حاجة. مزارع بس المحطة، وأنا ما كراني يجي الطيزل، ما كراني يوصل عندهم أحطة. فاقم استخدام الطاقة الشمسية قلق خبراء البيئة نتيجة استنزاف المياه الجوفية،
بما يقارب 90% في بلد يعاني فقرا مائيا، كما يعاني انخفاض معدلات هطول الأمطار. تقدر كمية المياه الجوفية المستخرجة سنويا حوالي 3.5 مليار متر مكعب في السنة، يذهب منها 90% من الكمية المستخرجة للاستهلاك الزراعي، بينما 10% للاستهلاك المنزلي والصناعي. اليمنيون يسعون لإيجاد بدائل والبحث عن حلول للعقبات التي تواجههم في مجال الزراعة، أهمها استثمار الألواح الشمسية التي نالت اهتمام المزارعين ليستمروا في إحياء الأرض الزراعية للحفاظ على ثمارها وبذورها. في الفترة الأخيرة أصبح تكلفة مياه الري مرتفعة بسبب انعدام وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وهذا أدى إلى اتجاه المزارعين نحو الضخ بالطاقة الشمسية. لن يستسلم المزارعون أمام كل هذه العقبات بسبب ارتباطهم القوي بالأرض والعمل على استمرار إحياء روح الأرض اليمنية وحرصهم على الحفاظ على إرث أجدادهم الزراعي. طبعاً يعني كثير من الأسر في اليمن تعتمد بشكل كبير على المحاصيل الزراعية كمصدر دخل رئيسي في حياتها، وللأسف أنه عدم توفير وسائل لتسهيل عملية الإنتاجية بشكل يعني يدعم الأسرة يعني يعرق لهم ارتفاع الأسعار، يعني تعتبر مشكلة كبيرة. واليمني معروف منذ القدم أنه بالأساس مزارع ويحب الأرض ويحب التربة ويحب الخضرة وكل شيء، وهذه الأوضاع انعكست للأسف على المزارعين بشكل كبير في اليمن بسبب الحرب والأوضاع السيئة. يمكن هم من الناس اللي تأثروا والفئة اللي تأثرت كثيرا في الحرب. ويمكن وديان هذه مش المشكلة الوحيدة اللي ظهرت بسبب الحرب، لكن هناك مشكلة أخرى وهي موضوع حلقتنا لهذا اليوم. صنعاء وعدن كانت خير شواهد على التعايش والسلام في اليمن، يأتي إليهم اليمنيون من كل القرى والمحافظات ويسكنوها بحب لا يشعرون أنهم غرباء. لسنوات كثيرة عاش اليمنيون لا يعنيهم من دخل مدينتهم، لا ينتمي لها، يكفي فقط أنه من اليمن، حتى ظهرت أصوات نشاز تفوح منها نتانة العنصرية والبغضاء. فنسمع سائل يبحث عن أصول الآخر وهل ينتمي إلى طبقة المقدسة التي يعتقد بأفضليتها وأنه من سلالة مختارة، وآخر يسأل عن الأجداد من أين جاءوا ليعطي نفسه الحق في منح من يحدثه حق البقاء في مدينة لا يعرف سواها منذ مولده. مثل هذه التصرفات العنصرية وغيرها كثير، يجب التصدي لها والوقوف في وجه السلوكيات الخاطئة التي تؤثر على النسيج الاجتماعي وتؤدي إلى تفكك المجتمع لتسود مشاعر الكره والغضب بين الناس. فكيف يمكننا النجاة من هذه الآفة، وما الذي يجب علينا الحفاظ عليه من تاريخنا، وما هي أضرار التقاعس وعدم الاكتراث لما يحدث من مظاهر سيئة تزيد اليمن بؤسا وشقا؟ نتحدث عن الموضوع مع الدكتور عبد الله القيسي، باحث في الفكر الإسلامي هنا في صباح بلقيس اليوم. صباح الخير دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا بكم، نورنا اليوم ودائما. حياكم الله. الله يحييك. طيب نبدأ نتكلم على موضوع أشكال العنصرية الموجودة في أي مجتمع. طبعا كل المجتمعات تعاني من أشكال عنصرية، لكن إحنا حابين نسلط الضوء على اليمن بخصوص طبعا الترند، لو أنت تتابع مواقع التواصل الاجتماعي في قصة كذا حول موضوع العنصرية، فما هي أشكال العنصرية أستاذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرتي، العنصرية والعصبيات في كل مجتمع موجودة، ولكن المجتمع العاقل دائما يسعى باستمرار إلى تجاوزها، إلى تخفيفها، إلى تخفيف حدتها. في اليمن هناك مجموعة من العنصريات والعصبيات للأسف يعني دمرت النسيج الاجتماعي في اليمن. كانت في البداية اشتغال سياسي، هدف سياسي، فمرة يكون هناك استخدام للعصبية المناطقية، هذا من مطلع وهذا من منزل وهذا من المناطق الوسطى، ومرة يستخدمون المهنية، هذا قبيلي أو يعني مهنته كذا وهذا مهنته كذا، ومرة العصبية المذهبية، هذا زيدي وهذا شافعي. وفي كل مرة يحتاجون إلى نوع من العصبية لترسيخ السلطة ولترسيخ الحكم، كانوا يستخدمون أي أداة من أدوات العصبية. طبعا كان أخطرها أو محاولة، هي محاولة لتقريب الجذور لهذه العنصرية في اليمن،
والتي لا شك عندي أن من أسسها في اليمن هو النظام الإمامي، وكان بهدف السيطرة على الحكم والبقاء فيه لأطول مدة ممكنة. لكن لا نعرف بالتحديد متى مثلا بدأت يعني الجذور للتقسيم الطبقي في اليمن، يعني هذا هاشمي أو يسموه سيد أو هذا قاضي أو هذا قبيلي أو هذا يعني حتى اليهود فعلوا لهم أيضا يهودي أو هذه التقسيم. لكن هناك مقاربة، يعني حاولت من خلال البحث والاطلاع في عدة كتب أن أصل إلى بداية الجذور، كيف بدأت في اليمن. هذه المقاربة تعود إلى زمن المطرفية، هي فرقة يمنية خرجت هي من فرق الزيدية، إلا أن أبرز ما تقوله هذه الفكرة أن الحكم في كل يمني، أن الحكم في كل إنسان، ولا يشترط أن يكون من البطنين، أي من نسل الحسن أو الحسين. فقوبلت هذه الجماعة بهجمة وحرب شرسة لم تحارب مثلها جماعة في تاريخ اليمن، يعني سبيت النساء وقتل الرجال وحوربوا حرب ثقافية وفكرية واجتماعية، يعني الحرب الثقافية والفكرية أحرقت كتبهم، ولا نجد اليوم إلا كتاب واحد وهو غير مكتمل لهم، وكل ما نجد عنهم فقط مما كتبه خصومهم لهذه الدرجة. يعني لهذه الدرجة أحرقت الكتب وأبيدوا، وأيضا مورست عليهم حرب لم تذكر بشكل كبير، أشار لها صديقي الروائي وليد دماج في روايته وقش، وهي رواية ترصد يعني مأساة المطرفية في اليمن في حوالي القرن السابع الهجري. هذه الفرقة في الحرب الاجتماعية ضدها كانت تحفز اليمنيين على الاشتغالات اليدوية، يعني يعملوا أعمال يدوية بحيث كل شخص تكون مهنته بيده، يكون معه حرفة. تكون معه حرفة، فإذا كان معه حرفة ما بيضطرش أنه يصير يبحث عن إمام ويكون جندي عكفي تبع الإمام. خلاص حرفته بيده، فاضطروا إلى أن يحتكروا المهن الحرفية الذي بيد الأفراد حتى يظل الشخص، يعني حتى المهن الزراعية أيضا احتكرت. أنا كنت حابة أسألك عن المهن الزراعية. نعم، بمناسبة يعني الحديث عن الزراعة، اليمني أساسا هو مزارع. صحيح. يعني في تقسيم الجزيرة العربية، جنوب الجزيرة العربية هي منطقة زراعية، فالمشهور عن اليمني قديما وحديثا، وحتى أغلب أمثال علي بن زايد شخصية اليمنية الذي يعني هي قديمة من قبل الإسلام وامتدت أقواله إلى بعد، لأنها ليست كلها لهذه الأقوال إنما لمن بعده، كلها تدور على الزراعة، لأن اليمني أساسا. فإذا ضربنا هذه المسألة والعنصر الأهم عند اليمني أنه يرجع مقاتل عكفي عند الإمامة، كيف كان يتشكل يعني أو كيف كان يفرح العكفي بهذا المكان الذي وضعوه فيه؟ طبعا هو في أوضاع معينة أو في أوقات معينة ما تنزل أمطار، فيحصل نوع من الجفاف، فيضطر بعدين يروح ويدوروا عن إمام ينصبوا علشان يحاربوا القبيلة الثانية، فإذا القبيلة الثانية معها مخازن للحبوب نهبها وجلس يتعايش عليها. فغرسوا هذه الفكرة أنه هكذا أفضل لك، يعني أنك يعني تكون حرفي تحترف مهنة معينة، لأن المطرفية كان منهم الإسكافي عالم كبير، وهو إسكافي يعني يرك على الأحذية، وكان منهم الحمامي الذي ينظف الحمام، وكان يعني لو اطلعنا على أسمائهم في تلك الحقبة كانوا يشجعون المجتمع على هذه المهن الحرفية حتى لا يضطروا أن يكونوا جنودا في صف الإمامة. وبالأخير هي مهن، وللأسف هذه المهن الآن نشوف بالعكس كيف يعني الأنبياء كلهم يعني اشتغلوا بهذه الأعمال، كل العظماء في التاريخ مارسوا هذه المهن، لكن تم احتكارها حتى لا يذهب إليها المجتمع، فيضطر فقط يبقى ينتظر، فإن احتاج إلى المال ذهب ليبحث عن إمام ثم ذهب ليقاتل فئة أخرى. أيضا استخدمت أيضا من قبل الإمامة الصراع المذهبي، أنتم مناطق زيدية وأنتم مناطق شافعية،
وكانوا دائما يسبقون ويشجعون المناطق الزيدية حتى لا يحكمكم الشافعي، يعني برغم أنه يعني طيب. الدين في أصله بيعمق فكرة المساواة فعلا، فجاء أيضا الصراع المذهبي كوسيلة من وسائل الحرب. هذه الأشكال العنصرية في يعني في يمكن في 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 زمن بعيد. لكن دكتور عبد الله، إحنا شفنا ظهور مجدد يعني بشكل كبير في الفترة الأخيرة للعنصرية، برغم أنه أجت فترة ما كناش نتخاطب بهذه الحدة. الجنوبي متزوج شمالي، ولا ما كناش نسمع هذا من إيش من محافظة، هذا إيش من عزلة، ونسافر فعلا وما كناش ندري من هو الزيدي ولا هو الشافعي. ظهر هذا الشيء مجددا، ليش يا دكتور؟ عام هذا النوع من العنصرية الذي هي أو العصبية المناطقية، يعني هذا من منطقة كذا وهذا من منطقة كذا، هذا يتكلم بلهجة كذا وهذا يتكلم بلهجة كذا، وهذه طبعا غريبة وعجيبة. لماذا؟ المجتمع اليمني ثقافته واحدة، يعني لا يستطيع واحد يميز، لو خرج اليمني إلى خارج اليمن يعرف يمني مباشرة، لا نستطيع التمييز. يعني لسنا مثل بلدان معينة فيها إثنيات، فيها عرقيات، فيها لغات، فيها لا، احنا لغة واحدة ودين واحد وثقافة واحدة. ولكن كما قلت، أي جهة تريد أن تفكك في المجتمع لكي تستغل سياسيا فهي تجد هذه البذور، ونحن لأننا في فترة حرب هناك من يزرع يعني هذه البذور، أنت جنوبي وأنت شمالي وأنت من منطقة كذا، انتشر خطاب الكراهية بشكل الأرض كبير. أولا أرض الله، كل الأرض وليس فقط يعني الجغرافيا اليمنية، الأرض أرض الله، ولا يحق لأي إنسان أن يكون لآخر يعني أخرج من هذه الأرض إلا إذا هي أرضها الخاصة فقط يعني، فالأرض أرض الله. فالشيء الآخر يعني نتنبه من هي هذه الجهات التي تسعى إلى تفريقنا كيمنيين، لأنه في النهاية حتى أنت الذي تقول علي هذا الشيء حتى أخرج من هنا أو تمارس هذه العنصرية، ستأتيك العنصرية، لأنه مجرد أن تبدأ أنت بجذرها ترتد عليك مباشرة. فأي إنسان سيبدأ يعني يقول لا هذه الأرض هي لنا، طيب ثم بعدها نتفكك إلى أجزاء صغيرة، وهذا يقول لا أنت كذا وهذا يقول أنت كذا. يعني هناك بعض الأفكار التي تساعد في هذه الإشكالية، وهي أفكار يعني لم تنضج فلسفيا وقانونيا، فكرة تقرير المصير، لا نحن في هذه البقعة الجغرافية يحق لنا أن نقرر مصيرنا. طيب وبعدين هذه البقعة الجغرافية عندما تنقسم ممكن أيضا جزء منها يقول ونحن يحق لنا أن نكرر مصيرنا، ويبدأ كل واحد يبحث عن نقاط الافتراق والاختلاف مع الآخر بدل ما أن يبحث في نقاط الاتفاق. نقاط الاتفاق بين المجتمعات كثيرة جدا، إذا أردنا أن نبحث عن نقاط الاختلاف سيعيش كل واحد لحاله، كل فرد وليس فقط كل منطقة، أيوة. ولن نستطيع أن نتعايش في شيء، فهذه يعني خطيرة ولن تستمر، يعني لابد أن يقف المجتمع أمامها يعني بقوة ويكتفي باللافتة الرئيسية كلنا يمنيون. طيب نجي لعند السؤال اللي هو إيش أصلك أنت، إيش فصلك وإيش أصلك، كيف بيأثر هذا النوع من الأسئلة على المجتمع اليوم في الوقت الحاضر؟ أنا أصلي من تراب طبعا كلنا بنرجع على آدم يعني غريب طبعا يعني لا شك واضح التأثير السياسي ومن ورائه في منطقة الجنوب، ويريدون أن يغرسوا هذه الفكرة لتتشظى اليمن، فإذا تشظت أو ضعفت سهل استغلالها، وهناك أطماع سواء كان في السواحل أو أطماع في الموانئ أو أطماع في الجزر، وكل هذه الأطماع السياسية لإنهاك وإضعاف اليمن يكون العنصرية مدخل أساسي لكي تضرب اليمني باليمني، بدل أن تأتي لتحارب وتخسر ميزانية كبيرة يكفي أن تبذر اللغم أو القنبلة التي تفتت المجتمع فينهار من داخله، وهكذا يتم الاشتغال السياسي في اليمن لتحقيق هذه الأهداف للأسف. طيب دكتور، يعني الآن احنا في وقت، احنا الجيل هذا الذي مر بهذه الظروف كلها، الشباب في أي مجتمع يعود كثير يعني الناس تركن زي ما نقول على الجيل هذا، الجيل القادم، احنا الجيل الذي ما شاء الله عشنا هذه السنوات، كيف نحصن هذا الجيل من هذا الخطاب المنتشر وخاصة على السوشيال ميديا؟ يعني كثير بنشوف الجروبات وبنشوف على مستوى المنشورات الشخصية،
يوميا ترندات ويوميا صراعات فيما يخص هذا الموضوع، الموضوع العنصرية والمناطقية والخطاب التحريضي. عندما يعي الإنسان يعني ما هي الأدوات التي تستخدم ضده وما هي الألغام التي تزرع أمامه بنية تدميره هو، حتى الشخص الذي بيمارس العصبية أو العنصرية سينفجر بهذا اللغم يوما ما. عندما نعي أن هذه البقعة وهذه الأرض لابد أن نتعايش عليها جميعا وأن نعيش بسلام وأن يكون هناك استقرار من أجل التنمية، عندما نعي بهذا كله ستختفي هذه الأشياء، وسنكتشف كم كنا حمقى حين نتعصب سواء لمذهب أو نتعصب لمنطقة أو نتعصب لسلالة، أو كلها سذاجة وغباء. يعني المجتمعات التي تجاوزت هذا النوع من العنصريات التفتت إلى التنمية، التفتت إلى الصناعة، التفتت إلى الزراعة، التفتت إلى يعني إنماء المجتمع. أما الصراع حول هذه الأشياء فسيبقينا دائما متأخرين، وسيبقي الحرب دائما مستمرة والاستنزاف دائما مستمر، ولن نستفيد في شيء فعلا. وهذا هو اللي حاصل. الناس أين وصلوا؟ الجيل الجديد يفترض الآن أنه بيطلع يعني على ما بيجري في العالم، على ما عند الشعوب، على سيكتشف أن هذه المسألة ساذجة. أين يعيش العالم؟ هل لا زالوا يتحدثون بهذه الأشياء؟ ربما كانوا قديما يعني مغلقين في منطقة معينة بيشعر أنه يعني له امتياز خاص يعني، لكن اليوم عندما يشوف العالم لا، الامتياز أنك تجتهد، تعلم نفسك، تعلم مهارات، تنطلق، ولا ستكون في ذيل الأمم. يعني أنت الآن لا تساوي شيء أمام أي إنسان متعلم. ابحث عن هذه الأشياء التي تعمل فارق بينك وبينه في الجانب الكسبي وليس في الجانب الفطري أو الجانب الذي أنت وجدت نفسك. يعني أنت ولدت وجدت نفسك في هذه المنطقة، ولدت ووجدت نفسك تتكلم هذه اللغة. يعني ايش اللي يخليك انك مجرد صدفة تخليك يعني تمارس عصبية؟ صدفة فقط انك ولدت في هذا المنطقة. الناس فين وصلوا؟ واحنا عاد احنا ندور فلان قده 27 كان بيشتغل المهنة الفلانية، خلاص احنا ما عاد بنزوجش بنتنا. هذا طبعا يعني كيف اثر هذا الشيء؟ في 26 سبتمبر في ثورة 26 كانت واحدة من اهم اهداف الثورة هي القضاء على العنصرية لكن والعصبيات، لكن التفت برغم أنها تراجعت بشكل كبير، تراجعت أنواع العنصرية عندما وصل إلى الحكم اليمنيين من كل الفئات من كل الأشكال. يعني صار الأيتام الذي كانوا في مدارس الأيتام هم الذي في رئاسة الدولة، ولكن بقت فقط هذه الإشكالية مسألة الزواج. أيوة كانت بدأت على هذه أيوة كانت بدأت يعني تضعف إلى ما قبل عقد، فلما جاءت الآن الأصابع الجديدة والإمامة الجديدة حاولت أن تغذيها كي تعيد النظام القديم. النظام القديم يجعل الهاشمي في المقدمة والقبيلي جندي عكفي يقاتل معه، فإذا أخلص هذا القبيلي وتعلم بدرجة كبيرة فلا يمكن أن يرقى إلى درجة الهاشمي حتى لو لم يتعلم، وإنما وضعوا له منطقة وسطى سموها قضاء وطرحوا تحت القبيلي مزين. فمثلا إذا معنا قرية فيها هاشمي والقرية كلها يعني قبيلي وكلها أفرادها قبائل وتحتها مزين، كل الألف القبيلي يمارسون العنصرية على واحد مزين، بينما هم تمارس عليهم العنصرية من واحد هاشمي، فهم صدقوا اللعبة الساذجة على أنهم يمارسون هذه العنصرية على فرد واحد ويفردوا عضلاتهم، بينما هم في الأساس أيضا تمارس عليهم هذه العنصرية وينظر لهم بهذا الاحتقار. فإذا أرادوا إلغاء العنصرية التي فوقهم عليهم أن يلغوا أي عنصرية على من تحتهم، فإذا لم يلغوا على من تحتهم ستبقى التي من فوقهم. فاليمنيون الآن مثلا تنبهوا لمسألة العنصرية التي تمارس من أعلى عليهم، لكنهم لم يتنبهوا ولم يحاربوا ولم يقفوا ضد العنصرية الذي يمارسوها هم على من هم دونهم. فإذا بدأوا وحاربوها على من دونهم انتهت على من يحاول العنصرية عليهم. طيب نجي نتكلم لبعض الألفاظ العنصرية اللي يستخدموها أحيانا يستخدمها حتى في الرد، يعني ممكن يرد على شخص باللفظ زي يا تعزي يا عدنية. هذه الألفاظ يعني كيف أنه نوعي المجتمع اليوم أنه هناك ألفاظ قد تسبب حساسية رغم أن الشخص يقول أنا ما قصدتها بهذه الطريقة؟ كيف نستخدم الألفاظ الاستخدام الجيد للحد من العنصرية؟
بعض الألفاظ يعني هي لها تفهم من السياق. فلو واحد مثلا قال لي يا صنعاني ما فيش مشكلة، بس لما تجي يقول لي يا ابن الهضبة مثلا، صارت يعني عرفنا أنه من خلال المصطلح هذا الذي جاء مؤخرا أن أراد بها مثلا عصبية معينة لكي يحشد أبناء منطقته على من هم أعلى. يعني هذه مشكلة أفضل حل لها أننا نرصد الصراع اللي في اليمن على أساس أنه صراع بين مشاريع، لأنه الحرب مثلا ليست بين منطقة هضبة أو بين منطقة زيدية وبين منطقة الشافعية أو منطقة وسطى كما يحاول تصويرها يعني الميليشيا، ومن زاوية أخرى يقع بعض السذج في مثل هذه المشكلة. نحن نقول أن لدينا صراع من أجل الجمهورية، من أجل يعني اللافتة العليا الثورة، يعني الوحدة التي تجمع اليمن، هذه قيم عليا، الوحدة الثورة الجمهورية، هذه القيم العليا التي اليمنيون يناضلون من أجلها ومن أجل تحقيقها. هناك صف يقف ضد الجمهورية وهناك صف يقف مع الجمهورية، فقط نقسمهم. هذا الصف الذي يقف مع الجمهورية موجود فيه الزيدي والشافعي ومن المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية والمناطق الشرقية والغربية، وهذا أيضا موجود في كل الفئات. لكن عندما نحاول أن نقسمها على أساس مناطقي لا نصل إلى نتيجة، لكن هنا ممكن أن نصل إلى نتيجة وينتصر نظام معين يسمح هذا النظام بالتعايش للجميع. لكن عندما نجعلها مناطقي لا ينتهي إلا بفصل المناطق، فإذا انفصلت المناطق بعضها عن بعض ضعفنا أكثر وتشتتنا أكثر، ولا تقوم لليمن قائمة بهذا الانقسام وهذا التشتت. فعلا نقطة مهمة، وزي ما قلت أنت في بداية الحديث أنه كل المجتمعات فيها عنصرية، لكن الفارق أنه كيف يتعاملوا مع هذه العنصرية بشكل لا ينعكس على المجتمع سواء اقتصاديا أو اجتماعيا. شكرا دكتور عبد الله القيسي على تواجدك معنا في صباح بلقيس وعلى هذه الإطلالة الرائعة اللي تنورنا دائما فيها في صباحاتنا يعني. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا فاصل قصير نرجع لكم، خليكم معنا. حياكم من جديد مشاهدينا، ونذهب الآن إلى أشهر أسواق اليمن، ويعتبر سوق الشنيني بمدينة تعز من أقدم الأسواق اليمنية، بل أن البعض يعده سوقا أثريا نظرا لتواجد كل ما هو قديم فيه، بالإضافة إلى أنه سوق كل شيء، إذ يقال عنه إذا دخله أحد محال أنه يرجع بدون ما يأخذ أغراض كثيرة. هذا السوق. نتابع مشاهدينا هذا التقرير عن واحد من أقدم أسواق اليمن. للإنسان علاقة وطيدة بالأسواق، فلا هو الذي يستطيع هجرها ولا هي تستمر من دونه. من بينها هذا السوق الذي يعتبر روح المكان وذاكرته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. السوق عمره كثير كثير جدا، من احنا هنا من سنة 78 وهو هذا الشنيني عبان عنجد قدوه من قبل يعني مئات السنين. هذا الشنيني أقدم سوق في تعز، أقدم سوق في تعز، وتعز اشتهر بالشنيني، السوق الوحيد اللي يتميز عن بقية غيره منذ في الثمانينات، وهو سوق تدخل في بوت تلقى الطبيب، تلقى الصيدلي، تلقى الحداد، تلقى الطب العربي، المواد البهارات، المواد الخشب، المواد البناء، كان موجود فيه كل ما كان يكون. سوق الشنيني القديم الذي لا يمل، والذي ما زال يحمل صورا من الماضي البعيد ليروي حكاية الزمان والمكان. يقع سوق الشنيني بمحاذاة سور المدينة القديمة بتعز على امتداد 200 متر، يبدأ من باب موسى وينتهي عند الباب الكبير، ويحوي أكثر من 130 حانوتاً
أسست منذ زمن بعيد لتزويد مرتديه باحتياجاتهم من مختلف السلع، سواء كانت أساسية أو كمالية، بالإضافة إلى وجود كل المقتنيات الأثرية المندثرة في أسواق أخرى والمستلزمات التي لم يعد يستخدمها إلا القليل في العصر الحالي. لسبب تسمية السوق بالشنيني رواية عدة، منها أن الاسم نسب إلى البوابة الشرقية لمدينة تعز القديمة، وهي بوابة قريبة من السوق، وكان يعلوها شباك من الحديد لغربلة مياه السيول أو شنها بحسب اللهجة الدارجة. فيما يقول البعض إن سبب التسمية بالشنيني يعود إلى لقب شخص كان يملك الأرض التي أقيمت عليها السوق. يسحر سوق الشنيني المتجولين أو من يقصدون الشراء ببساطته المعتادة، ويعتبر مجمعا للمديريات المجاورة طوال أيام الأسبوع، لا سيما الخميس، إذ يلتقي فيه الباعة والمتسوقون الذين يجدون فيه كل ما يبحثون عنه. سوق الشنيني عشان اخواننا في تعز ما يزعلوش مننا، احنا نطقنا الشنيني فالان عرفنا النطق الصحيح للسوق. سمية، ذكرني كثير بسوق الملح وصنعاء القديمه. يمكن هذه ثقافه موجوده في اليمن، الاسواق اللي تلم كل الاشياء وكل الاغراض اللي يعني نفكر نشتريها، ففعلا هذه الاسواق جميله جدا والتسوق فيها ممتع، ويمكن تكون ماده ثريه لصناعه محتوى. ممكن، ليش لا؟ وهذا هو نتكلم عن صناعة صحيح المحتوى. وهذا موضوعنا مشاهدينا في فقراتنا التالية. صناعة المحتوى واحدة من المصطلحات التي أصبحت رائجة بشكل كبير، وغالبا ما يكون هذا المصطلح خاصا بفيديوهات اليوتيوب الذي اشتهر بين المنصات بدعمه لصناع المحتوى واليوتيوبرز. اليوتيوبرز الذين يحققون مشاهدات والتفاعل من قبل الجمهور، إذا تم الترويج بشكل جيد وذكي لهذا المحتوى من الممكن أن يكون مفتاح لكثير من الفرص الأكبر، وكذلك كدخل مادي جيد إذا ما تم الاهتمام بالقناة بشكل احترافي. وعلى اختلاف وتنوع المحتوى الذي اتجه إليه الكثيرين من الشباب العربي اليوم، ولكن نرى أن المحتوى اليمني بشكل خاص إلا أنه أصبح في زمن السوشيال ميديا يغطي أغلب المواضيع المهمة. وعلى الرغم من هذا الإقبال الكبير من قبل الشباب اليمنيين من دخول مجال صناعة المحتوى واليوتيوب، إلا أننا في المقابل نرى ندرة وجود فتيات خاضوا هذه التجربة. ولكن معنا في صباح بلقيس تجربة ناجحة لصناعة محتوى تحدت كل الصعاب ودخلت هذا المجال بشكل مختلف ومميز وبمحتوى تثقيفي وبشكل مسلي أيضا. يسعدنا أن نستقبل معنا اليوم في صباح بلقيس صانعة المحتوى العنود عارف. صباح الخير عنود. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك في صباح بلقيس، ونحب نتعرف على مجال محتواك وإيش اللي خلاك يعني تنطلقي ما شاء الله في صناعة محتوى على اليوتيوب. هي الفكرة كانت من البداية أنه نحن نظهر أنه نحن الشباب، سواء شباب أو بنات، إحنا قادرين أن نعمل محتوى قيم يمثل اليمن، وخصوصا أصبحت المنصات اللي في اليوتيوب بتتكلم فقط عن السياسة الساخرة. ليش ما نقدم اليمن بشكل آخر، بشكل ثقافي، بحيث أن إحنا نوصل للجيل اللي أصبح الآن مش قادر أنه يفتح كتاب ولا يبحث عن معلومة ولو حتى معلومة صغيرة، نحن نوصل لهم بنفس التفكير اللي هم بيفكروا فيه عبر السوشيال ميديا، عبر فيديوهات قصيرة نسلط الضوء فقط، نجعلهم عشان إيش يفكروا أنه يبحثوا، أو والله تلفتهم معلومة والله أنا ما كنتش عارف، أو ممكن كان يسمع جملة معينة أو شيء ما كانش عارف إيش قصتها أو لها تاريخ معين. عنود، يعني إحنا في زمن السوشيال ميديا الآن، وشفنا كثير من الشباب لجأوا لهذه الوسائل للترويج عن أنفسهم أو تقديم محتوى أو حتى طرح آرائهم. أنت ما خفتيش يعني كونك فتاة أنك تخوضي هذا المضمار، يعني وخاصة أنه بنشوف كثير شباب بس ما فيش فتيات، ما خفتيش من هذا الشيء؟ بصراحة في البداية إلا كان في خوف، بس بعدين لا، أنا عندي هدف وعندي فكرة
وعندي رؤية، فليش أنا أخاف؟ أنا ما قدمش شيء ساخر أو ما قدمش شيء مثلاً ما يمثلش اليمن بالشكل المطلوب، لا بالعكس أنا بعطي شيء جميل ومؤمنة فيه، علشان كذا الخوف انزاح شوية يراحني. طيب من وراء تشجيع العنود للقيام بمثل هذه الفيديوهات؟ هل تشجيع يعني هل في تشجيع من قبل العائلة، من قبل الصديقات؟ طبعاً لا، الوالد والوالدة كان لهم دور كبير في هذا الموضوع. تحياتنا لهم. أصدقاء بوجه لهم تحية أكيد لأن يشوفوني. لهم دور كبير. الأهل لما يكونوا وراء البنت فصدقيني سند وظاهر ودافع أساسي في أي مجال، مش شرط يكون حتى في السوشيال ميديا. فعلا الأهل دعمهم يعني مهم جدا، وخاصة للفتاة اللي ممكن تتعرض لكثير من المحاربة يعني والانتقادات. نعم، لأنه أنا حتى في البداية يعني قد كنت معهم صريحة أنه شوفوا أنا يعني حتتوجه لي كمية كبيرة من الانتقادات اللاذعة وهكذا، فكونوا معايا، وفعلا كانوا معايا وظهروا. بالعكس أنا الآن أصبحت مثلا لما أقول لهم أنه والله في انتقاد كذا الفلاني، لا استمري أنت مش عاملة شيء غلط. فمن البداية هم معايا وإلى الآن الحمد لله. الحمد لله. طيب عنود، من خلال متابعتنا لمحتواك بتطرق الكثير من قصص إحنا نعتبرها أساطير، مثل طاهشة الحوبان، مثل قصة على راسه ريشة، وكثير من الأمثلة الشعبية، وكذلك المحتوى التاريخي، وهذا الشيء صعب جدا إنك تلاقي له مصادر موثوقة وأكيدة. كيف تستمدي مصادرك أو يعني إيش مرجعك لهذه القصص؟ شوفي، بستمدها من الكتب. أنا قارئة كويسة من قبل، حتى يعني قبل فكرة هدار هي طلعت هكذا، يعني لما كنت أشوف يعني أقرأ مثلا معلومات، وأجي مثلا أسأل الهرم الرابع يمني، ما تعرفوش من هو الهرم الرابع؟ فشيء أنا مرة كنت في زيارة في مصر وكذا، وشفت أنه في صور لعلي محسن المريسي مثلا على رأس كريشة، ملكة نادين، طاهش الحوبان، إيش قصته؟ ما فيش هذه الثقافة موجودة، فليش إحنا ما نظهرها ونظهر القصص هذه بشكل لطيف وجميل، ونعرف إنه إنه اليمن مليئة تراث والثقافة، بس يعني محتاجة فقط نحن من الشباب نحن نظهر هذا الشيء بشكل لائق. فعلاً فعلاً التركيز على هذه القصص يروج للمجتمعات اللي ما تعرف اليمن تتعرف عليها من خلال الفيديوهات، واليوم اليوتيوب يعني مساحة لكل المستخدمين مش بس للمستخدمين اليمنيين فقط. طيب يعني أنا لما تفضلي، يعني عفواً بس لقاطعتك، يعني أنا لما كنت مثلاً قبل هدار بدخل على اليوتيوب بشوف منصات كثيرة عربية تتكلم عن بلادهم بشكل جميل، يعني بشوف مثلاً المنصات اليمنية على عدد الأصابع، شيء بسيط جدا، فكلها انطلقت نحو السياسة الساخرة. مللنا من السياسة، خلاص دعونا نغذي العقول. يعني فعلا محتوى ممتع، ومن خلال المتابعة لاحظنا انه انت يعني عندك ستايل معين وتختاري اللون البنفسجي، ممكن تحكي لنا اكثر عن هذه التفاصيل الجميلة اللي لاحظناها في فيديوهاتك؟ هو نحن اللون يعني اخترناه فقط كذا عشان يكون هوية للبرنامج، يعني اصبح خلاص اللون البنفسجي هو مرتبط بهدار. حتى اللبس واحد. حتى اللبس، لا في الموسم الجديد حيتغير التيشيرتات بس اللوجو واحد. يا سلام. يعني هذه أخبار حلوة لصباح بلقيس. إن شاء الله حتكون أول حلقة من الموسم الثاني في تاريخ 25. حيكون في تغيير يعني. إن شاء الله. وهذا إن دل على شيء، دل على نجاحك. يعني في ناس كثير وخاصة أنا أقول فتيات بدأوا وكان عندهم حماس، وبعدين فترة واختفوا ما شفناهمش، إن شاء الله أنت تكوني مستمرة، والاستمرارية شيء مهم. شوفي، هو أهم شيء هو الرهان على الاستمرارية. يعني كثير أنا ناس كانوا بيقولوا لي مش حتستمر، لكن راهنت أني أنا حستمر وأكمل. يعني طيب كيف تتعاملي مع موجات الانتقاد اللاذعة، التنمر أحياناً، بعض الألفاظ المسيئة، ولا يعني بنقدر نقول إنه إلى الآن أنت ما تلقيتي من هذه الأنواع؟ لا أنا بتلقى هذا الشيء خاصاً بشكل صناع المحتوى يومياً. أنا كنت صانعة محتوى يعني ومقربة. لا كل يوم بتلقي إنه طيب شوف العقلية اللي أنا بتكلم فيها، شوف الموضوع اللي أنا بتكلم فيه، لا بيروح بيتجه لي لشيء آخر. ما تأخذيهاش بعين الاعتبار أبداً، بالعكس خذي الانتقاد البناء اللي ممكن يفيدك ويخليك تعلي صح ملاحظة مهمة مثلاً عن المحتوى، سواء عن الديكور، الصوت، المنتج، أي شيء، لكن غير كذا لا خلاص
أصبحت عندي مناعة زي ما تقولي. الحمد لله، لأنه في كثير ناس يتأثروا للأسف، وهذا اللي من أحد الأسباب اللي تخلي الشباب والبنات أنهم يتوقفوا يعني. طيب أيوة. إيش الذي يدفع الشباب بشكل عام أنهم يدخلوا صناعة مجال صناعة المحتوى يعني في هذا الوقت؟ لأنه العالم كله أصبح محور في السوشيال ميديا، كل شيء يعني. أنا إذا أنا على مستوى الشخصي مثلاً، إذا أنا متضايقة ولا شيء ولا حاجة، بتلاقيني عاملة بوست على الفيسبوك، هي طاقة، فيا إنك تطلعها بشيء كويس يا إنك تطلعها بشيء خارج يعني عن هذا عن المحتوى الجيد أو شيء. فهنا على حسب الإنسان نفسه. طيب هذا على مستوى برنامجك ودار، لكن كمان نشوفك ما شاء الله ناشطة على السوشيال ميديا في فيديوهات لطيفة بتنشريها أنت وزميلاتك عن تحديات اللهجات، وهذا الشيء كمان أحييك عليه، لأنه اليمن زاخر باللهجات المختلفة اللي نحن لما نسمعها ننصدم. مش أنا انصدمت من نفسي لما دخلت هذا الموضوع، انصدمت من نفسي إنه إحنا ما عندناش لهجات، إحنا عندنا اللغات. فكنت بتواصل مثلاً مع ناس مشكورين في المهرة في سقطرة، كنت أشوف لا هذه لغات مش هي لهجات، وكنت ألاقي صعوبة في حفظها. لكن شيء جميل إنه أنا أعرض شيء زي كذا مثلاً، لهجات من كل المحافظات اليمنية، وحاولنا إحنا نغطي أكثر من محافظة في شهر رمضان، والحمد لله حصل في صدى حلو يعني كان الفيديو هذا. طبعاً اللي عرفت إنك من محافظة لحج، وأنا والدتي نعم. من محافظة لحج، والهرقة اللحجية يعني الهرقة اللحجية مش يعرفوها كثير. أوه هبوش يعني مش طيف. أنا ما عرفت إيش قالت. فإذا بتعملي الآن تحدي على الهواء عشان أمي كذا تحس بالفخر إنه أنا ما زلت يعني أعرف يلا. الكلام اللحجي، كلميني برد عليك. يلا نشوف إيش هتقول. يلا أورابي. أورابي؟ الأوراب يعني الغراب صح؟ أيوة. ورا الأورابي. ورا الأورابي مكحت. مكحت المشط. صح والله لحقية لا لحقية صح. طبعاً أمي بتفرح يعني كثير، بتفرح شدد الحين لما شافت. أكد لك إنه بنتك لحقية. شعي ما شعيني عادني يهرق لحقي يعني اطمني. لا شعيها لحقية صح. طيب علموني كلمة أنا كمان. علمي سمية كلمة، اختبريها وقولي لي ايش معناها. لا تختبرني ولا لا، انا حفشل فشل ذريع. لا انا لا انا حقول لك وانتي خمني. يلا يلا طبطوب. حرام عليكي والله مش عارفة والله ولا عارفة. اللي هو المغرف. المغرف. الزميط. الزميطة. طماطم. الزميطة. سمية انا اسفة. لا فعلا تعرفنا على اللهجات وفقرة رائعة، انا حبيت فقرة اللهجة هذه وطريقة تعلم فعلا. يعني فعلا هناك قصص كثيرة موجودة في كل محافظة، وانت اليوم تسلطي عليها، انت اليوم يعني صرتي قصة من هذه القصص اللي فعلا يعني تروج لليمن بشكل جميل، ونتعرف عليها سواء داخليا، احنا مش هنتكلم على مستوى العالم العربي، احنا كشباب يمنيين داخل نفس المحافظة بنتعرف على بعض من خلال فيديوهاتك. فشكرا صحيح. لك صحيح. شكرا على هذا المحتوى الرائع. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا. إيش القادم يا عنود؟ القادم إن شاء الله في الموسم الجديد في فكرة كذا طلعت في رأسي، إنه ليش ما نشرك الشباب والمتابعين، ما يكونوش كمتابع فقط، لا يكون مشارك في الحلقة، في إعداد الحلقة، في البحث عن المعلومات والمصادر. يا حلو. فهذا الشيء اللي أنا يعني مبسوطة فيه. أنا لما بعد الحلقات وبلاقي الناس بتشاركني في الحلقات وبيكتبوا، والله بيكتبوا بخط اليد يعني، بيلخصوا المعلومات بخط يدهم وبيبحثوا، ومن خلال بحثهم بتلاقيهم مثلا بيكتشفوا معلومة ثانية، فبيجوا يقولوا لا احنا شفنا المعلومة الثانية، شوفي كذا تقول، ايش رأيك نحطها حلقة. فأنا هنا وصلت للهدف اللي أنا اشتيه، فأنا فخورة 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 جدا. طبعا اسمحوا لي بس اوجه شكر لشركه لايت فور ميديا ومديرها الاستاذ اشرف السامعي، هو من اول من دعمني في هذا الموضوع في صناعه المحتوى اللي قدمته لهم يعني، وكنت سعيده ومحظوظه يعني اني حصلت على هذه الفرصه. الشركه اللي اعطت فرص كثيره للشباب، اصدرت اغاني وطنيه، رسائل توعويه والكثير والكثير. طبعا الشركه هذه ما يتم دعمها، ما بيتم الدعم يعني للشباب الى ما لا نهايه، هي فقط بتقدم الشخص وبعدين الشخص هو اللي يثبت نفسه
ويشق طريقه بنفسه يعني. فشكرا شركة لايت فور ميديا. تحياتنا لهم ولأي جهة تدعم الشباب اللي فعلا أحيانا يكون عندهم مواهب، يكون عندهم أشياء يحبوا يقدموها ولكن ما يعرفوش من فين تكون البداية وما يحصلوش الدعم الكافي. العميد عارف، شكرا جزيلا لك وبانتظار محتواك الجميل وفي اللهجات وفي برنامجك هدار. شكرا لكم، سعيدة جدا أني كنت معاكم والله. إحنا أسعد. في أمان الله. في أمان الله. إذن وديان ومشاهدينا حنروح لفاصل قصير، ابقوا معنا يعني فاصل قصير. مشاهدينا ولآخر فقرة لدينا اليوم في صباح بلقيس، ويشتهر الطب الشعبي والتداوي بالأعشاب في الكثير من دول العالم. فالطب البديل يعود تاريخه لآلاف السنين، ويعتقد بفعاليته الكثير أو يعتقد بفعالية الكثير من الناس تاركين المرافق الصحية في مستشفيات وصيدليات وذهبين إلى محلات العطارة. هذه المحلات التي تبيع الأعشاب والخلطات المستخدمة في الطب الشعبي نشاهدها في هذا التقرير، لنتعرف أكثر على محلات العطارة في لبنان وأسباب إقبال الناس عليها. في لبنان يقف صاحب محل العطارة هذا في انتظار الباحثين عن التداوي عبر الأعشاب والخلطات التي يبيعها لهم، تاركين المرافق الطبية واثقين به وبما يحضره لهم. الناس لما غلت الأسعار عندها وشفت الدواء وكذا صار تلجأ لهذا الطب، أولاً بالناحيتين، ناحية المادية والثانية الناحية اللي صار في ثقافة دينية عند الناس. ليس فقط إيمان الناس بالطب البديل ما يجعلهم يلجؤون إليه، وإنما الوضع الصحي المتهالك في بلد أتعبته الأزمات فسئموا من النقص المزمن في الأدوية وارتفاع الأسعار. نحن اليوم بأزمة فعلية، إن كان من قطع للدواء، إن كان من سعر الدواء، إن كان اليوم وصلنا لمرحلة أنه نرفع الدعم كلياً لحتى نحن نقدر نرتاح وتصير الأدوية مؤمنة. اليوم حليب أطفال ما في، سيريلاك الأكل كمان يعني شحاضة بشحاضة، الوضع كتير مؤسف بصراحة. يقوم الطب البديل أو طب الأعشاب على تجارب قديمة يعود تاريخها لآلاف السنين، ويعتمد على مزج مكونات طبيعية من الأعشاب والتوابل والزيوت لصنع تركيبات خاصة بالتداوي، مع اعتقاد من يتناولها بأنها إذا لم تكن سبباً في العلاج فإنها لن تضره. منيحة لبعض الأجسام، مضر للأجسام التانية. هيدي مثل أي علم تاني بده تخصص وبده متابعة وبده دراسة. عدم تمكن الناس من تحمل تكلفة العلاج بالطب الحديث جعلهم يعرضون عن المؤسسات الطبية، بالإضافة إلى عجزها أمام بعض الأمراض خصوصاً الفترات الأولى لظهور جائحة كورونا، مما عزز مكانة الطب الشعبي والتداوي بالأعشاب بين الناس. مستحيل أمر في سوق ويكون فيه يعني محلات العطارة وما أدخل هذا المحل عشان أخذ منه أغراض، لأنه فعلا الطبيعة هي يعني مركز يعني الجمال. أنا أحس أنه أي شيء طبيعي كويس، لكن طبعا مش هستغني على المستشفيات. مرة كنا نمشي يعني وهي فجأة سحبتني لمحل مشابه للمحلات. وطبعا والجميل أنه منتشر في العالم العربي هذه المحلات، محلات العطارة، مش بس على مستوى اليمن، حتى في أي دولة عربية. فرحانة بالختام اليوم بهذا التقرير.
جداً فرحانة جداً. إذن مشاهدينا بهذا التقرير اللي عقب سمية نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من صباح بلقيس. شكراً لكم على المتابعة ونلقاكم غداً بإذن الله. إلى اللقاء.